معبر اليعروبية المثير للجدل دولياً بعد إغلاقه بفيتون روسي صيني مشترك يمنع 40% من المساعدات الطبية إلى المنطقة، في خطوة حولت المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية للمساومة عليها. إغلاق أثر سلباً على حياة 5 ملايين نسمة في شمال وشرق سوريا، وأثر بشكل خاص على حياة مئات الآلاف من النازحين واللاجئين هناك. يوجد لدينا في هذه المنطقة أكثر من 500,000 نازح في 12 مخيم في أكثر من 75 مركز إيواء في هذه المنطقة، ناهيكم عن توزعهم في باقي المدن والبلدات لمناطق شمال شرق سوريا. وحسب التقارير الواردة من الأمم المتحدة نفسها أن هناك 1.3 مليون كانوا يستفيدون من المساعدات الإنسانية الواردة أو العابرة من هذا المعبر، وهناك أيضا أكثر من 400,000 نازح كانوا يستفيدون من المساعدات الطبية فقط، لا سيما بعد اجتياح مرض كورونا لهذه المنطقة وتطبيق قانون سيزر، فبات هذا المعبر من المعابر الضرورية التي يجب فتحها. عدم السماح بفتح هذا المعبر ساهم بشكل كبير في فقدان الأدوية وارتفاع أسعارها، بالتزامن مع توقف بعض معاملها تحت تأثير قانون العقوبات قيصر المفروض على الحكومة السورية. كان اعتمادنا هو استيراد الأدوية من الخارج وإمكانية إدخال الأدوية إلى هذه المناطق من الدول الجوار، ولكن الحصار المفروض وأغلاق بعض المعابر وعلى رأسها معبر اليعروبية حاليا الذي يمتنع افتتاح هذا المعبر يشكل ضائقة كبيرة لجميع المواطنين. المواطنين جميعا حاليا، جميع المستوصفات، جميع الصيدليات بدأت تفتقد للكثير من الأدوية النوعية وحتى الأدوية العمومية. أزمات متلاحقة عصفت بالمنطقة، بدءا بالحروب مرورا بالحصار المفروض وصولا للأزمة الاقتصادية، ما تسبب بفقدان القدرة الشرائية لدى الأهالي حتى على مستوى تأمين مستلزماتهم الأساسية والأدوية والمعالجة. التعليم 19,000 عم يصير تعليم. حبوب ضغط هذا كان أول حقه 500 ليرة، هلا عم نشتري الدور وما نلاقي إلا بالصعوبة حقه 3,500 ليرة. أنظار المنظمات الإغاثية العاملة على إيصال المساعدات الإنسانية وآمال مئات الآلاف من النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا تتجه اليوم إلى هذا المعبر الذي ينذر استمرار إغلاقه بكارثة إنسانية على الأهالي واللاجئين والنازحين على حد سواء. من بلدة اليعروبية على الحدود العراقية السورية، فراس محمد، اليوم.